كما تفقد قائد عمليات اللواء 17 مشاه العقيد عبد حمود الصغير المواقع المتقدمة للجيش الوطني في مواقع تبة الإريال والقوز وحصن عمان بعزلتي جبل حبشي وبني بكري. حرصا اللي على زيارة كل مناطق التي تواجد فيها المقاومة الشعبية للجيش الوطني وفي إطار سيطرة اللواء. نحن الآن في منطقة الأشروع التي تواجد الإريال في بني بكري. لدينا خطة كبيرة جدا لتحرير تعز، هذه الخطة تتمثل في إزالة هذا السرطان وهذا الكابوس من كل أرجاء المدينة ومن تراب مدينة تعز بإذن الله عز وجل ومن الريف أيضا بشكل عام. زرت المنطقة، طلعت على مجمل الأوضاع الميدانية، التواجد الشباب طيب، معنوياتهم عالية، الحاضنة الشعبية قوية، وتعتبر هي السلاح الأقوى للجيش والمقاومة الشعبية. لا شك أن هناك عوائق وهناك معوقات كثيرة جدا بتكاتف الجميع من الحاضنة الشعبية ومن المشاركين ومن الأفراد ومن الجيش. سنتجاوز هذه المحطات وهذه المعوقات لنصل إلى التحرير الشامل والتحرير الكامل لله عز وجل. كما أكد العقيد عبد حمود الصغير أن اليمن موعود بالنصر القادم، خصوصا في ظل الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني في محافظات شبوة والبيضاء والجوف ومناطق أخرى. اليمن موعود في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة بتحرير شامل. معركة بيحان كانت قوية والآن الجيش متجه باتجاه البيضاء. معركة صعدة التحمت جبهة صعدة بجبهة الجوف والأمور طيبة. معركة الساحل أيضا قوية. الحوثي في آخر مراحله وآخر أطواره النهائية بإذن الله عز وجل. هو بلغ لدرجة الكمال وأبعد الكمال النقصان. بإذن الله عز وجل سنسمع خلال الأيام القادمة وكل يوم انتصار، وسننتصر بإذن الله وسينتصر اليمن وسينتصر أبطالنا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومين بحاضنة شعبية قوية تؤيد إزالة هذا الكابوس من عالم.